والنبي يا ريس فخر، عايز ال 1000 جنيه اللي عليك عشان مزنوق قوي. ماشي يا صبحي، بس انت يعني برضو بتطلب 1000 جنيه، دول كسور. هات انت 200 جنيه نقفلهم على بعض 1200 جنيه، مبلغ كبير. اقسم بالله ما هنام الليل لحد ما سدهولك. عمرك سمعت عن واحد يعني بيطلب دين 1000 جنيه؟ بس ضروري بكره يا باشا، وقتي ما تقلقش، اتكل على الله. صبحي ماشي يا ريس.